استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في القيادة العامة سعادة السيد ريتشارد سبونزر وزير البحرية الأمريكي والوفد المرافق، وبحضور سعادة اللواء الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير الشؤون الدفاع، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان. ورحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بسعادة وزير البحرية الأمريكي والوفد المرافق، وخلال اللقاء تم استعراض علاقات التعاون والصداقة القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها وما تشهده من تطور على مختلف الأصعدة، خاصة ما يتعلق منها بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين. كما وأقام صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين ظهر اليوم مأدبة غداء على شرف سعادة السيد ريتشارد سبونزر وزير البحرية الأمريكي والوفد المرافق بنادي ضباط قوة دفاع البحرين، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. حضر اللقاء سعادة اللواء الركن الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الدفاع، واللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن بحري يوسف أحمد ملالله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين، اللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبد الله آل خليفة قائد سلاح الجو الملكي البحريني، واللواء الركن بحري محمد هاشم السادة مدير التعاون العسكري، والعميد الركن بحري محمد يوسف العسم قائد سلاح البحرية الملكي البحرينية، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين. كما حضر من الجانب الأمريكي الفريق بحري جيم مالوي قائد القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية قائد الأسطول الخامس، والسيدة إيمي كوترونا القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين، والعقيد ديف والين الملحق العسكري الأمريكي لدى البلاد.